عقدت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة اجتماعاً افتراضياً باستضافتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية، وبحث الاجتماع سبل دعم حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث أكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية. ودعا الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية الحكومية الليبية المجتمع الدولي العمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.